انت مواليد كام يا شريف؟ انا مواليد 2/7/83. 2/7 فعلا؟ اه. طيب اتفضل يا سمرة. كل سنه وانت طيب يا شيريا، ويعني عقبال 100 سنه صراحه. ربنا النهارده نحتفل بعيد ميلادك وانت معانا على الهواء. شكرا جدا، سعداء جدا بوجودك معانا. كل سنه وانت طيب، ودايما مشرف ومنور وسعداء جدا. النهارده عندنا عيدين ميلاد، عيد ميلادك وعيد ميلاد احمد عويس. احمد عويس كمان. فانا مبسوط جدا بوجودك معانا النهارده، وكل سنه وانت طيب. متشكر جدا يا كابتن اسامه على المفاجاه الجميله دي، وبشكر استاذ ايهاب الخطيب واستاذ عويس، ويعني واقول له كل هو سنه وهو طيب هو كمان، وبشكركم بجد، مفاجاه جميله يا كابتن اسلام. شكرا جدا، ربنا يخليك يا حبيبي. كل سنه وانت طيب. تعالى بقى كده، حد هيصورنا ولا نقف كده عادي يعني؟ طيب. انا عارف ان انا معاك. يلا كل سنه وانتم طيبين، ويعني يعني حبينا نحتفل بعيد ميلادك بحاجه بسيطه جدا، ويعني هات التورته. طب يا جماعه شوف، احنا مكلفين برضه، ما احنا عايزين نوري يعني ان احنا مكلفين. لا بصراحه كل سنه وانت طيب يا حبيبي. انت كام سنه كده؟ انا لسه صغير. لسه تقول؟ ليه خلاص 38. 38؟ انت كنت زمانك لسه بتلعب. اه والله. اه والله كنت زمانك لسه بتلعب. كل سنه وانت طيب يا شيري وعقبال 100 سنه. متشكر جدا يا كابتن اسلام، وانا متشكر جدا على المفاجاه الجميله دي، وده انا اجمل عيد ميلاد بالنسبه لي، وليا اتعمل لي ان يبقى في بيتي، في بيت النادي الاهلي، في البيت الكبير. حبيبي انا بشكرك جدا، ويعني هديه ما كنتش اتوقعها، وانا مبسوط جدا بوجودي معاك يا كابتن اسلام. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وشكرا لكل القائمين وفريق الاعداد بالكامل، اشكركم جدا، وكل سنه وانتم طيبين.